البترول بيقول ندعم زيادة الانتاج كأولوية لا بديل لها لتقليل فاتورة الاستيراد ده المهندس كريم بدوي يعني قال ان احنا اهم حاجة عندنا الانتاج عشان نقلل فاتورة الواردات وبرضو مصر النهاردة بتتفق مع إني الإيطالية على تشييد وحدة تغويز ثابتة في دمياط اتفقت الحكومة المصرية مع شركة إني الإيطالية على تشييد وحده تغييز ثابته بخلاف الوحده العائمه الجاري التفاوض على تصنيعها وذلك لاستقبال الشحنات المستورده من الغاز المسال واعادته الى حالته الغازيه. الوحده دي هتقام في الارض المجاوره لمصنع دمياط للاساله المملوكه لكل من القبضه للغازات الطبيعيه جاز وان الايطاليه بحسب مسؤول حكومي تحدث مع الاعلام ويعني اعتقد انه يبقى عندي تسهيل وتغييز. يبقى انا عندي ايه؟ لما يجي الغاز جاي لي بسيله واصدره او جاي لي مستورد بغيزه واحطه على الشبكه آه القوميه آه المصريه. طبعا آه وانا بتكلم على المنتجات البتروليه والغاز شركه تي سي اي سانمار الهنديه تدرس استثمار 150 مليون دولار في ميناء غرب بورسعيد وده كان في آه وطبعا عايزين يعملوا محطه لاستقبال ونقل الإيثيلين بميناء غرب بورسعيد وده حسب بيان صدر من وزارة الصناعه النهارده بعد لقائهم مع الفريق كامل الوزير ايضا يعني في اخبار منشوره اعلاميه قالوا انه منطقه شرق المتوسط يعني تتجه الانظار اليها وسط ترقب لاكتشاف غاز في مصر قد يصل احتياطياته الى 10 تريليون قدم مكعب ما قد يغير خريطة الطاقة في المنطقة ويعني العنوان حتى عندي عشرة تريليونات قدم مكعب غاز في مصر بئر أوريون تنتظر حسم مصيرها ده كلام عن الغاز عموما يعني ألاحظ خلال الفترة الماضية أنه وزير البترول من أكثر الوزراء تصريح في تصريحات كثيرة جداً وحركة دائبة يعني كل وزراء بيتحركوا لكن في تقديري وزمايلي يعملوا إحصاء يعملوا إحصائية إنه أكثر وزير بيصدر تصريحات فأتمنى أن يعني تعكس هذه التصريحات على أرض الواقع جديد يعني أتمنى يعني في وزراء بيظهروا وبينزلوا في الدهاليز بيغتصوا ما بيطلعوش الراجل لا لسه موجود وشغال وبيتحرك وبيشوف وده شيء محمود إنه يصرح لأنه لما يصرح ويعمل تصريحات احنا بنشتغل عليها والاعلام اللي بتدهوله يعني الاعلام عامل زي بيشتغل بيهضم ويمتص لكن ايضا تاني بقول برجع للكلام اللي قلته قبل الحكومه ما تحلف اليمين عايزين تصريحاتنا تكون منضبطه وتصريحاتنا تكون في الجول زي ما بنقول انا عايز تصريح بيعكس واقع عشان انا كمواطن ما يبقاش عندي طموح يزيد ويطلع لعنان السماء وفي الآخر أنزل على دور رقبتي ملقيش حاجة عايزين برضو ضبط التصريحات